بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 66 بعد 165 على 1. لماذا قبلت هذه الكنية؟ هو أنا صحيح لم أكن في هذا إلا أنا كنيتين، الأولى أبو القاسم والأخرى أبو النور، ولم يعني تتداول بين الأصحاب كذا، وإنما أنادى باسم يعني. والكنية الثانية أخطر من الأولى. يعني ورود النهي. فأنا ما يعني ما بتداول لها ولا هذه. طيب. فإنما عتبي اسمها. والأخ عبد الرحمن أحمد. والكنية أبو زاهد. أبو زاهد. زاهد. إن شاء الله تكون زاهدا. طيب، من الذي يريد أن يتكلم منكم الآن؟ بعد الإذن إن شاء الله نتكلم. أنت تتكلم. طيب، يمكن أن تعطينا فكرة عن العلم الشرعي ما هو؟ مثلا العلم الشرعي أنواع، يعني مثلا والعلم الشرع ككل، يعني ككل. نعم، هو إحاطة. أول شيء الإنسان بده يكون عالم بالعربية مشان يتأتى يقدر يفهم الأحاديث. أرجوك ما يكون الكلام إلا في حدود السؤال إن شاء الله، لأن قضية اشتراط العربية هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عن ذلك، يعني أنا بدي أقول، لكن أنا أسألك عن العلم الشرعي ما هو. نعم يعني معلش يا أستاذ، تضح لنا شو معنى العلم الشرعي تقصد فيه أنت؟ يعني العلم الذي نتعبد ربنا به من أين يؤخذ؟ يعني من مصادر العلم الشرعي. مصادره من الكتاب والسنة واتفاق الأمة. جميل. إذن عن الكتاب والسنة. نعم. وإجماع الأمة. كويس. والقياس في بعض والقياس. نعم. جميل جدا. الكتاب يفسر بأي أسلوب؟ بأي طريق؟ إما أن يفسر بعضه بعضا، وإما أن يفسر بالأثار، يعني بالأثار ولا بالسنة؟ بالسنة. جميل جدا. نعم. والسنة منها الصحيح ومنها الضعيف. نعم بلا شك. جميل جدا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا العلم أهم شيء في هذا العلم ما هو؟ العلم الشرعي أهم شيء. العلم الشرعي طبعا أهم شيء في الوجود. نعم. أهم شيء في الوجود، أهم يعني شيء منه. ما أهم شيء منه؟ يعني المعتقد، يعني هو أصلا العقيدة. العقيدة. نعم. جميل جدا. والعقيدة تؤخذ من نفس المصادر ولا في كلام شبه؟ لا شك، من نفس المصادر. لا أنا عم ألفت نظرك في شوية تحديد ولا لا؟ كل شيء بدل عليه المصادر هاي يؤخذ منه العقيدة الإسلامية. ما أظنك تعني ما تقول. كيف ما أظنش؟ هل العقيدة تؤخذ من القياس؟ العقيدة تؤخذ، العقيدة تؤخذ من 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 القرآن. أنا أسألك الله يهديك، أنت ما عليك إلا تجاوب جواب. نعم. تريح نفسك وتريح غيرك. نعم. نحن اتفقنا أن مصادر الشرع الإسلامي والعلم الإسلامي أربعة. نعم. فجاء السؤال، هل العقيدة تؤخذ من نفس المصادر؟ قلت أنت نعم. فأنا أحببت أن ألفت نظرك أنه لا، هذا الإطلاق خطأ فيما يتعلق بالعقيدة. طيب، العقيدة تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع. جميل جدا. الإجماع معناه أنه إذا اختلف في شيء حينئذ ما فيش إجماع. ما فيش إجماع. ماذا يبقى حين ذاك من المصادر الأربعة؟ الكتاب والسنة. أحسن. صحيح. هنا لابد أن نقف قليلا، ما دام أننا والحمد لله لا ما في ماء من هون تتعهد رجاء. طيب، ما دام اتفقنا أن العلم أقسام وأهم هو العقيدة، ووصلنا إلى نقطة هامة جدا وهي
أن العقيدة لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة وإلا من إجماع الأمة. نعم. إذا كان هناك إجماع. طيب. الإجماع هنا سؤال أرجو أن يكون الجواب واضحا إن شاء الله. هل هو موجود مع وجود الكتاب والسنة أم هو يحصل بعد ذلك؟ يعني مسائل الكتاب والسنة الصحيحة هاي مجمع عليها. أقول لك يا أخي خير الكلام ما قال وزل، بارك الله فيك. مرات أنا يعني أسألك سؤال محدد. نعم. يعني نعم. كما لو قلت لك هذا النور متقد ولا منطفي؟ والله متقد. خير الكلام ما قال وزل. نعم. فأنا سؤالي أعيده. نعم. على مسامعك، الإجماع هو مع الكتاب والسنة ولا بعد الكتاب والسنة يأتي من حيث الواقع؟ معلش يعني بس يعني شو المقصود بعد الكتاب والسنة؟ يعني ما فهمتش يعني في عهد الرسول في شيء اسمه إجماع؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الرسول إنه كان في خلال. يا أخي خير الكلام ما قال وزل الله يهديك، قول فيه ولا ما فيه؟ في تشريع، في أصل بدأ شرح عصر الرسول. عم أسألك في تشريع، عم أقول لك إجماع في عهد الرسول فيه ولا لا؟ المسائل اللي أتى فيها الرسول هو معني ما هي بدها تفصيل المسألة يعني. معلش ما بدها تفصيل، الله يرضى عليك، ما بدها تفصيل ضو شاعل ولا مطفي، بدها تفصيل. ما هي بتختلف عن النور، ما بيشهد على الكلام أبو النور. ما ألف أبدا. ما بيشهد على الكلام. أما أسألك لما كان ينزل القرآن، نعم، وكان الرسول يتكلم بكلامه، نعم، هل هناك إجماع؟ لا شك اللي كان يعطيهم إياه كانوا يتفقوا عليه كل الأمة. يعني رسول الله لما أمر. إذن أنت ما تعرف الإجماع. كيف ما أعرف الإجماع؟ ما هو في إجماع. أكيد إجماع. ما تعرف. نعم. الإجماع. هسه مثلا آيات الكتاب أليس كلها مجمع عليها وعلى صحتها؟ الله يهديك. ما هو بدنا في شيء. الله يهديك. اضطراري، إجماع اضطراري هذا. آيات الكتاب لما تنزل الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا أخي عم أتكلم أنا، الله يرضى عليك. الكلام والنقاش له أدب. نعم نعم. يعني أنا نص الكلام ما خليتني كامله. أما إن لك لما الآية تنزل هل الصحابة كلهم على علم بهذه الآية في هذه اللحظة؟ في هذه اللحظة لا. رسول الله يبين. إذن في إجماع في هذه اللحظة؟ في هذه اللحظة لا. وبعد لحظات في إجماع؟ لما رسول الله يبين خلاص اتفقت الأمور، اتضحت، ما فيش إنسان. عم تحكي خيال الله يهديك. كيف أنا أحكي؟ عم تحكي خيال. طب أضرب لك مثال. أنت تضرب لي مثال على خيالك؟ على خيالي أنت. على خيالك؟ إذا خيالك نزلت الآية في المدينة، متى وصلت الآية إلى مكة؟ أنا بدي متى وصلت؟ تصور أنت لما أمر الرسول متى وصلت؟ أسألك الله يهديك. هو يعني معلش أنت مبين عليك أنك جاي بس بدك تتكلم. لا شرقي ولا غربي؟ لا لا لا. أنا أقول لك سؤال وجوابه. الآية التي نزلت في لحظة ما في المدينة المنورة كويس، متى وصلت إلى مكة؟ أنت هيك معلش، أنا أنت بتطلع لي من سؤال لسؤال، أنا بدي سألتني بدي أجاوبك، خليني أجاوب. أنا شو عم أسوي؟ أنا عم أسألك مشان إيه؟ سألتني هل في بيكون إجماع ورسول الله على قيد الحياة؟ أنا عم أسألك آخر سؤال، هذيك الأسئلة ما أجبت عنها. طيب الآن عم أسألك سؤال. وأنت ما خليتني أجاوب، أنا عندي أجوبة. الله أكبر. احنا بدنا نتفاهم ان شاء الله. مو هذا سبيل التفاهم. نعم. سبيل التفاهم بارك الله فيك، طول بالك. سبيل التفاهم سين جيم سين جيم سين جيم، نصل لنقطة انتهينا منها ننتقل لغيرها. مثلا الآن كويس. اسمع. نعم. شايف شلون متلي كويس وانا ماشي بالكلام. نعم نعم. انتهينا من العلم المتعلق بالعقيدة، ننتقل خطوة ثانية وهو العلم المتعلق بالعبادة. نعم. الى اخره. الآن نحن في النقطة الأولى ما انتهينا منها. العلم له أربع مصادر، منيح، القرآن والسنة والإجماع والقياس. سألناك أول سؤال هل العقيدة تؤخذ من هذه المصادر الأربع؟ أجبت بنعم، وهذا خطأ. اسمع اسمع اسمع. طب أما لخص أنا الله يهديك. أنا صامت. ها أنت صامت؟ أنا هسه صامت. إن شاء الله تكون صامت. إن شاء الله. قلت أربعة بعدين استثنينا القياس وهذا هو الحق. بعدين طب في العقيدة طبعا هذا الحق. ايش معنى طبعا؟ انا عم الخص ما اتفقنا عليه. الله يهديك. العقيدة قطعي. الله يهديك. الله يهديك. الله يهديك. امين امين. انت يعني شايف حالك في كثرة كلام، مو هذا سبيل العلم. كثرت كلامي. مو هذا سبيل العلم. الله يهديك. مو هذا سبيل العلم. مو هذا سبيل العلم.
احنا جايين نعم جاي عم نقول لك 100,000 مرة ليس هذا سبيل علم. سبيل علم كان عندك علم تطرحه. ما اسمع هذا اللي اسمع الله يهديك. وانت عارف حالك انه عندك علم وجعلت القياس مصدرا للعقيدة. لا القياس ما جعلته مصدرا للعقيدة. انت جعلته مصدرا للعقيدة وبعدين سحبت القياس. لما نبهت تنبهت ما بيجوز تنكر الحقيقة. لما نبهت تنبهت لم اقصد فيه. لما نبهت تنبهت. طبعا نعم تنبهت. لماذا لا تقول هذه الحقيقة؟ انا ما انكرتها. لما نبهتني ما يا اخي العلم ما بده حرارة. العلم بده انات. طبعا بلا شك. وانا بتم بقول للصبح طبعا بس شو الفايدة؟ مكانك راوح. العلم الكتاب والسنة والإجماع والقياس. القياس ليس له علاقة بالعقيدة. الإجماع له علاقة. كان السؤال متى يكون الإجماع؟ بارك الله فيك يا جماعة. تعلم أن الإجماع ما بيكون في زمن الرسول عليه السلام، وإنما الجواب الصحيح الإجماع يكون بعد الرسول عليه السلام، لأن المسلمين في عهد وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا بحاجة إلى سواه أبدا. هذا هو الجواب. مش تحكي كلام شرعي وغربي من آخره. الإجماع لا يصار إليه إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا. نجي الآن، ما هي الطبقة الأولى التي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع؟ الطبقة الأولى اللي يمكن الاعتماد عليها في الإجماع اللي هي اللي أتوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي أتوا بعد زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اللي يجوا قول الصحابة الله يهديك. صحابة رسول الله. قول الصحابة الله عليه وسلم. مبين أنت مطلوب أنك بتحب المشوار الطويل مبين عليك. قول الصحابة وترضى عنهم الصحابة. طيب الآن، هل الصحابة فيما يتعلق بالعقيدة كانوا على هدى من ربهم؟ بلا شك صاحبي. هذا الجواب. ما تعمل محاضرة؟ نعم أولا. بلا شك. هاي بدها. الجواب لا، كانوا على هدى طبعا. طيب، كانوا على هدى من ربهم. فمن سار مسيرتهم فيما بعدهم بقرن أو قرون حتى هذا الزمان بيكونوا أيضا على هدى من ربهم. نعم. جميل جدا. الآن أنت تعلم جيدا أن هناك خلافا قديما بين من يسمون بأهل الحديث وبين من يسمون بالمعتزلة. نعم. عارف هذا الخلاف؟ نعم، في خلاف واقع حقيقة. جميل جدا. تقدر تذكر ولو مسألة واحدة؟ نحن جماعة قنوعين، نريد منك مسألة واحدة مما وقع الخلاف فيها بين أهل الحديث، أهل السنة الأئمة الأربعة على رأسهم، والمعتزلة في جانب آخر. مسألة واحدة. مسألة واحدة، وهي مسألة مهمة جدا، اللي هي مسألة الرؤية مثلا. أي. فأهل الحديث وجل أهل السنة كمان أثبتوها، والمعتزلة ما أثبتوها. جميل جدا. شو حجة المعتزلة في إنكارهم إياها؟ حجة المعتزلة في إنكارهم إياها هي حجة يعني نكاد نقول قوية نوعا ما. الله أكبر. هي اعتمدوا آية قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هاي. وحجة أهل السنة. وحجة أهل السنة وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربهم ناظرة. وجوه يومئذ. نعم قوية ولا ضعيفة؟ قوية. أيوة. قوية ولا ضعيفة؟ قوية. بس نعم. طيب، وهذه قوية أيضا؟ هذه قوية أيضا. ما شاء الله. بصير قوتان متنافستان متعارضتان في العقيدة؟ نعم. هنا بدنا نشوف نرجح شو معنى. شفت ولا لسه؟ وشو تدل الآية؟ شفت ولا لسه؟ أنا بالنسبة لي شفت. شو شفت؟ أنا ذهبت إلى مذهب أهل السنة. كويس. ويبقى مذهب المعتزلة قوي. أنا بقول خطأ. خطأ. نعم. لكن ليش وصفته بالقوة؟ ما هو مخطئ يعني هيك معهم أيوة أخطأوا.
لماذا وصفته يا أخ الإسلام؟ ليش وصفته؟ يا أخ العلم إن شاء الله، لماذا وصفت مذهب الخطأ بالقوة؟ يعني معهم حجة، ولكن حجتنا أقوى منها. أنا ما سألك من أقوى الآن، هي انتهينا منها. أيوة. أنا ما سألك لماذا وصفتها بالقوة؟ وصفتها بالقوة لأنها أول شيء آية في كتاب الله. ما شاء الله. أما سألك لماذا وصفتها بالقوة أنت لا تؤمن بها؟ أنا لا أؤمن بها، ولكن أخطئ من يقول بها. الله أكبر. أنا لا الله أؤمن يديك. الله يهديك. ثم أنك لا تؤمن بها، ما عدم إيمانك بها، لماذا وصفتها بالقوة؟ وصفها بالقوة، ليش أوصفها بالضعف؟ حس رجل قال يعني إن الله لا يرى واعتمد آية، أنا أقول له لا بآيتك مش صحيحة وأقول له لا. الله أكبر. بقول له افهم معنى الآية. الله أكبر. نعم. بعدين أنا يعني يا ريت توضح لي كيف السؤال يعني. جايك التوضيح بس مو على طريقتك. ماشي. شرقي وغربي. منكم نستفيد إن شاء الله. وأن هذا صراطي مستقيما نعم. فاتبعوه. نعم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بالنسبة لقول لوصفك لمذهب المعتزلة بالقوة، هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم أولهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يعني ما السؤال؟ إيه أنا بحكي بالألباني ولا بالعربي؟ لا السؤال معلش يعني بدي. معلش أنا بعيده بس أرجوك أن تكون منتبها. نعم. المعتزلة. أيوة. هل كانوا يأخذون بأقوال سلفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق قبل كل شيء بالعقيدة، ومن ذلك فيما يتعلق بما هو جزء من العقيدة الصحيحة وهو رؤية الله في الآخرة؟ معلش بس هنا معلش أنا أسأل سؤال يعني. لا ما لك حق أنك تسأل. هم هو يعني لأنك سألت. نعم. وضح لي السؤال وضحت لك يا طب منيح. فلماذا تعود وتبدأ تسأل؟ أجيب عن السؤال. أنا لا هنا لا أستطيع التوضيح يعني لا أحب... أنا ما طلبت التوضيح. يعني ما استطيعش أجاوب بالجواب اللي بدي. ليش؟ لأني ما تفرستش في مذهب المعتزلة اللي تعرف بأخذ ولا لا بيعتمد ولا لا. إذا شلون بدك تتعلم أنت إذا ما بتعرف؟ هو بدنا نستفيد منك إحنا إن شاء الله. إن شاء الله. قول إن شاء الله بس قوية هيك طلع من قلبك. طيب من طور السؤال غير شكل. إذا جاءتنا آية كالآية التي ذكرتها وكان لها وجهان من الناحية العربية، وكان هناك آثار من السلف الصالح في تحديد معنى من المعنيين، هذا في علمك أنت يكون مرجحا لأحد المعنيين أم لا؟ يعني معلش عشان أفهم شو اللي بتقصده تمام عشان أجاوب عليه. يعني مثلا وردت آية في القرآن، هاي الآية باللغة تحتمل عدة معاني. كلمة من الآية، كلمة لغوية وردت في الآية. في الآية تحتمل عدة معاني مثلا. هيلا. الصحابة والسلف والعلماء المسلمين يعني ورد عنهم بأنهم فسروها تفسير يعني مناسب، يعني رجحوا أحد معين يعني أخذوا نعم. معنى من المعنيين. نعم. هل يجوز مخالفتهم؟ إن كان الإنسان على قوة قدرة علمية وفي ناس منهم برضو يعني إذا الصحابة إذا نفس الصحابة لهم معنيين فيها فله حيدة 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 عن السؤال. واحد المعنيين ما في أنهم أخذوا يعني المعنيين صار اتفاق عليها يعني أخي أنت الله يهديك عم تسأل وضح لك السؤال بالرغم من توضيح السؤال. ما أنا طلبت منك توضح لي سؤال المعتزلة. وأنا شو سويت؟ قدمت لك الجواب. هاي قدمت لي. الله يهديك. جاوبك بس قال لك بدي أطور السؤال. ما اسمه جاوبني. يعني أنت ما فهمت السؤال. لا حول ولا قوة. أنا مش مفهمت. أنا قلت له ما عنديش فكرة عنه يعني. والآن هذا نفس السؤال. يعني يا ريت يعطيني الفكرة. أشرح لك المعلومات. إنه إحنا يعني جايين. معلش يعني معلش يعني جايين بدنا احنا جايين في موضوع معين بدناش يعني نغرب عنه. لا هو ان شاء الله انت وصلت لموضوعك بس هذا السؤال. نعم. الموضوع المعين هاللي انتم جايين له. نعم. انتم جايين فارضينه فرض؟ لا بس احنا بلغنا الله احنا جايين بموضوع معين حكينا تفضل. هذا هو الموضوع المعين البحث في العقيده.
في موضوع مخ... يعني في من لكن... موضوع معين في العقيدة. هذا الموضوع المعين في العقيدة يحتاج إلى مقدمات يتفق عليها بتتعلق بهالموضوع. هو هيك أنا شو عم أحكي؟ صح. أبقول يا أخي هذا الموضوع المعين يحتاج إلى مقدمات يتفق عليها. نعم. يعني مثلا إذا كان أحد الفريقين لا يأخذ بالسنة في فائدة من الدخول في الموضوع المعين؟ لا بس خلينا نعرف الموضوع وبعدين نحط له المقدمة. لا مش على كيفك الموضوع، على كيفي أنا. أنت لما بدك تطرح موضوع ولا هو ولا غيركم بيطرحوا على كيفه. ولذلك أنا أول ما ابتدأت الكلام قلت مين بده يتكلم؟ نعم. صح ولا لا؟ نعم نعم. فأنا ما فرض، لكن هو بدأ يتكلم. الآن وصل الموضوع إذا كان هناك آية تحتمل معنيين والصحابة جاءوا بمعنى من المعنيين في تفسير النص، يجوز أن نخالفهم؟ لا يجوز مخالفة اتفاق الصحابة وأخذ الصحابة قاطبة على شيء. جميل جدا. السلف الآن نحن نسألكم، وهذا هو الموضوع المعين، هل أنتم مع الصحابة فيما يتعلق بكل عقيدة؟ والله إن شاء الله نحن نرى ذلك إن شاء الله. يا أخي إن شاء الله، إن شاء الله كلنا نقول إن شاء الله، نحن نسأل عن الواقع. نعم. طيب. نحن نرى ذلك لأنه إحنا إن شاء الله على. إيه هذا الذي نريد بقى الآن فيما سبق التقديم له. ماذا تقولون بمن يقول إن الله عز وجل في السماء؟ هذه آية في كتاب الله. جزاك الله خير. أنا ما بعرف أنها آية في كتاب الله. يعني جزاك الله خير. ولا بنقول له شيء. أنا بسأل ماذا تقول في من يقول الله في السماء؟ بتلي آية. ولكن يعني حكى كلام جميل. نعم. حكى كلام جميل. طيب. إذا سألتك أنت أين الله؟ شو جوابك؟ إذا سألتني أين الله؟ أنا أقول لك بلا مكان. ولماذا لا تقول كما حسنت الآية جزاك الله خير؟ لماذا لا تقول كما قال رب العالمين؟ أنا أقول ليش؟ لأن الأسباب، لأنه لما نقول، لما واحد رجل يسألني أين الله وأقول له في السماء، لأنه الأين هون تفيد المكان. تفيد المكان. هل إفادة هي صحيحة؟ باللغة صحيحة. هي أخونا علي أقوى مني باللغة، يعلم ذلك. شيخنا أقوى مني باللغة. الله يهديك. الله يهديك. عم أسألك أنت. نعم. الآية تفيد المكان؟ الآية لا تفيد المكان. هل قال تفيد المكان؟ الأين مش الآية. الله يهديك. أنت قلت الآن الآية تفيد المكان. شيخنا هو قال الأين. 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 نعم. قال الأين تفيد المكان. الأين تفيد المكان. نعم. والآية؟ الآية لا تفيد المكان. طيب. فإذا أنت أجبت بالآية عن الأين بتكون على صواب ولا على خطأ؟ أنا بكون على خطأ إذا جبت، إذا بيسألني أين الله. تأنى الله يهديك. تأنى في الجواب. أنا متأني إن شاء الله. لكن تخالف الآية وبنك حاسس. أنا حددت لك السؤال الآن. لا 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 لا. لا مش كل مرة أنت تلقطها. خلي يعني واحد واحد. يعني تكلموا كما تشاءون. إحنا إن شاء الله. والله أنا عارف إن شاء الله شيخنا إخواننا أو بالذات أخونا إن شاء الله أحسبه، لأن أنا ما بعرف لأن إن شاء الله يعني نريد الحق يعني. ما ليش إن شاء الله عز وجل. ذلك ما نظنه. يعني إنه يكون الطريق الأقرب. الأقرب. أيوة. الأقرب للوصول إلى الحق. الله يبارك. إذا سألني سائل أين الله؟ نعم. بعيد السؤال. نعم. عشان يتمكن من السؤال. مشان الجواب شيخ. أقول له الله بلا مكان. ما سألتك هل له مكان؟ ما هو إذا سألني أين الله؟ أنا ما سألتك. سألت شو جوابك؟ هيدا جوابي. أنا سألتك سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا؟ سؤال الرسول في حديث الجارية يعني؟ والله يعني. يعني. نعم. إحنا الآن لا نريد أن نخوض في حديث الجارية. أنا أريد أن أخوض في حديث الجارية. طيب. شو رأيك؟ نعم. شو رأيك تسمح؟ أريد أن أخوض في حديث الجارية. بدنا نسلم. أنا أريد أن أسألك في سؤال الرسول أين الله؟ أيوة. فما هو جوابك؟ بلا مكان ولا أخالف الحديث الصحيح. ليش؟ الله يهديك. نعم. الله يهديك. أنا بس بدي يعني أخونا بس
أخذ عنه نقطة. أنت حكيت لي إذا سألت بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فماذا تجيب؟ فأنا بحكي لك هذا لا يثبت إنه النبي لا يثبت إنه هذا سؤال النبي. ليش؟ لأنه عندنا حديث الجارية حسب قواعد المصطلح هو مضطرب، فلا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بهذا السؤال. طيب. فمن نتناول الآن الحديث بالبحث. حتى نثبت لك يعني إنه حديث مضطرب أو مش مضطرب. طيب. بس منحب برضو إنه يعني حتى إن شاء الله إنه تتبين إنه إن شاء الله بإذن الله نكون صادقين في الطلب في البحث. وأنه يعني مش قصدنا إن شاء الله ما قصدنا إلا أن نوصل إلى الحق ونوصل إلى الله عز وجل. والله يا أخي هذا الكلام ما في واحد في المكان إلا بيقوله بإذن الله إن شاء الله. لكن صدق نيتنا نحن لكن أتبالغ شيخنا أخونا اللي اتصل قبل أيام وكنا موجودين لما ناقشك بالهاتف. مين هو؟ أخونا. أيوة. أو جزء أخونا. لا أنا لا 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 مش أنت. أنا بحكي عن الأخ. أيوة. لما قلت له إنه لما صار البحث و أنا لما كان أخونا الأياد قبل حوالي عشر أكثر من عشر أحكي لك أنا بحكي لك مش مهم يا أخي مسألة الأنوار وما أنوار والردود وما الردود. أيوة نعم. إيه مش مهم يا أخي التحقيق هذا، المهم اتصلت ولا ما اتصلت. اتصلت. نعم. طيب خلاص. إيه. شوف يا سيدي أنا بدي أحكي لك أمر حتى يعني إن شاء الله نحن طلبة علم وقرأنا كتب، قرأنا لعدة جوانب. نعم. قرأنا من كتبكم، قرأنا من هون ومن هون. طيب. وقرأنا برضو لواحد الشيخ الثقافي تأكيد بتعرفه. طبعا. برضو قرأنا فنحن في أمور اقتنعنا فيها، فنحن الآن عندنا قناعات معينة نعرضها عليك. طيب. فأيا من كانت أي جانب بدك أنت تعالج لنا إياه. أحسنت جدا، لكن أنا بسألك سؤال يا أخي. تفضل. أنت لما قلت آنفا أن الحديث مضطرب. نعم. أنت شخصيا تعرف ما هو الحديث المضطرب؟ نعم. ما هو الحديث المضطرب؟ هو الحديث الذي ورد عدة متون متساوية في القوة متعارضة في الظاهر. جميل جدا. نعم. متساوية القوة يعني مثلا لو ورد حديث ضعيف حديث. نعم. يعيد الكلام شيخ مرة ثانية بدك تسجله بس في مالي من تسجيل التعريف. والله تفضل نحن طالب تعلم وانت شيخ. لا لا عم نسألك سؤال يا أخي. تفضل. نحن ما نريد نفرض رأي على واحد من المسلمين إطلاقا. الله يبارك فيك. ولذلك نحن ما عم نسجل. حفظك الله. لكن هذا السؤال يسجل ما بتريد في عندك مانية نسجل من البداية. لأن أنا قلت جزء ما سجلش. انت حاب عيد يعني؟ أي نعم. بعيد ولا يهمك يا سيدي. الحديث المضطرب هو الحديث الذي ورد بعدة متون أسانيدها متساوي في القوة وظاهرها التعارض. طبعا لكن طبعا هذا يخرج من هذا الأمر إنه إذا كان حديث ضعيف يعارض حديث صحيح بدنا نطرح الضعيف ونكتفي بالصحيح. أحسن جدا. من الذي يعرف تساوي قوة هذه الطرق أو هذه المتون؟ من الذي يعرف؟ الذي يعرف ذلك هو الإنسان الذي نظر في أسانيدها وحقق رجالها. بدك تقول بدون تعليم هو أهل العلم. نعم. لأنه اللي يعرف هذا يعني مش قيد دقيق جدا. فهل توافق معي أنه اللي يعرف هم أهل العلم وطلاب العلم المتمكنين في هذا الأمر؟ نعم. كويس. الآن حديث أين الله، ما هو اللفظ الذي يعارضه؟ نعم أنا سأجيبك شيخ ناصر. ورد الحديث بعدة ألفاظ. اللفظ الأول يا أخي خير الكلام ما قالوا ذل. أنا سؤالي ما هو اللفظ المعارض له؟ أنت مثلي جاء بعدة ألفاظ. اسمح لي لبين لك حتى ما تظن أنه نحن إلا أننا نمشي بأقرب طريق للوصول إلى معرفة الحق الذي اختلف فيه الناس. أنت عرفت الحديث المضطرب تعريفا صحيحا. توجه سؤال، من الذي يعرف هذه الطرق متساوية القوة أو مختلفة القوة؟ قلت أهل العلم. حسن. الآن السؤال، ما هو اللفظ الذي يخالف اللفظ المعروف وهو أين الله؟ ما هو اللفظ الآخر؟ اللفظ هو سؤال النبي للجارية من ربك؟ من ربك؟ وفي رواية أخرى أتشهدين أن لا إله إلا الله. طيب. فأنا بدي أبين نقطة الآن. لا لا اسمح لي يا أخي. لا ما تبين. أنا جاوبت السؤال. اسمح لي بارك الله فيك. بس في نقطة. اسمح لي يا أخي. اسمح لي الله يبارك فيك. تفضل. إمتى الإنسان بحاجة لطرح بيان؟ لما بيكون الشخص اللي عم يسألك سؤال بحاجة للبيان.
أما إذا كان لم يكن بحاجة البيان، في حاجة للبيان؟ بالنسبة يعني لرأيي بحاجة لبيان، رأيي أنا فيه استثناءات، يعني مش على الإطلاق كلامي. يا أخي ستتبين فيما بعد أنه أنت بحاجة البيان أو لست بحاجة البيان. مش القصد يا سيدي، القصد أنه أنا كلامي مش على الإطلاق، فيه عليه شوية تقييدات حاب أحكي لك إياها. طيب. أما كلامي فالحديث يمكن الجمع بين ألفاظه إذا حملنا لفظة في السماء على العلو، علو الرتبة وكذا. حيدة 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 حتى الآن الموضوع، الموضوع ليس البحث في السماء، الموضوع في السؤال الذي وجه من الرسول. لا تستعجل أرجوك ولا تسر الدعوة العدوى إليك. الحديث حديثنا الجارية في سؤال في جواب، صح؟ نعم. السؤال كان عن السؤال ولم يكن عن جواب. نعم. فالآن أنت قفزت قفزة الغزلان من السؤال إلى جواب، من سؤال الرسول إلى جواب الجارية. نعم. السؤال الآن أكرر على مسامعك لمرة ثانية أو ثالثة، ما هو اللفظ الذي يخالف سؤال الرسول الجارية أين الله؟ ما هو السؤال؟ لفظان، من ربك وتشهدين أن لا إله إلا الله. طيب هذا في تعارض، تعارضا لا يمكن التوفيق بين هذه الألفاظ كلها. أنا بدي أجاوب. نعم، بالنسبة لإمكانية الجمع فأنا بدي أول شيء قبل لا أجمع بدي أبين شو نقاط نقطة التعارض. نقطة التعارض هي أنه لفظة أين الله، سؤال أين الله، لا يثبت به إيمان ولا ينفى به شرك، لأن الكفار نفسهم كانوا يقولوا أن الله في السماء. الله، هاي نقطة. بينما الحديث الآخر يثبت إيمانا وينفي شركا. الله أكبر. هذا وجه التخالف. هذا هو الوجه. نعم. الآن أنت تنقلنا إلى موضوع ربما يكون هذا أخطر، لكن جبنا معترضا نجعلها، هل كل قول يقوله الكفار يجب أن يكون ضلالا؟ لا. إذن ما فائدة قولك؟ اسمع يا أخي. نعم. الله يهديك، ما دام قلت أخيرا كلمة الحق أنه ليس كل قول يقوله الكفار هو باطل، إذن من أين لك أن كلمة في السماء هذا ينبغي أن لا نقوله لأن الكفار يقولونه؟ لا أنا ما حكيت شيك. هذا هو جوابك؟ لا. طيب شلون لا؟ أنا بقول إنه ما قلت آنفا إنه المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الله في السماء؟ نعم. كيف بتقول لا إذن؟ صح، بس وجهة نظري من هذا الأمر أنا بدي أوضح لك إياه. أنا بدي أوضح لك إياه إنه كون اعتقاد عقيدة إنه الله عز وجل في السماء لا تفرق بين المؤمن والكافر، وهذا التفريق هو اللي كان مطلوب من سؤال. هذا وجهة نظرك أنت. هذا المطلوب من سؤال النبي، المراد من سؤال النبي معلش يعرف انه هي مؤمنه ولا مش مؤمنه. يا اخي عم اقول لك هذا وجهه نظرك انت، بجوز تكون هناك وجهه نظر اخرى الان. ممتاز، في نقطه المراد من سؤال النبي. كلام لي الان. الله يهديك. تفضل. انا متاثر. سبحان الله. الله يجزيك الخير، ان شاء الله يعلمنا الادب منك. اللهم امين. هل تعلم ان هناك طائفه او طوائف من المسلمين يقولون الله في كل مكان؟ وانا اكفرهم بذلك. يا نعم. اخي الله يهديك. اعلم ذلك انه نحن في طائفه في صدد التكفير. نعم اعرف ان في طائفه تقول ان الله في كل جميل مكان. جدا. نعم. هؤلاء الذين يقولون ان الله في كل مكان، اذا بالنسبه لهؤلاء يحسن اذا عرفنا نحن او شعرنا او الى اخره ان هناك طائفه من المسلمين يشهدون معنا بالشهادتين. نعم. لكن قد يقولون او يقين يقولون ان الله في كل مكان، فنحن نسالهم بسؤال الرسول، نقول لهم اين الله لنستكشف هل هم كما صرحت انت كفار ولا مسلمين. اما انت حينما لا تتبنى هذا السؤال بتقول هذا السؤال لا يكشف عن ايمان ولا يكشف عن كفر، نقول لك لا هذا خطأ. هذا بالنسبة لوجهة نظرك أنت، أما بالنسبة لوجهة نظر آخرين ونحن الآن أتيناك بالمثال، إذا اجتمعنا مع إنسان ابتلي بأن يقول إن الله في كل مكان، فنحن نسأله هذا السؤال النبوي، وحينئذ إذا أجاب بنفس الجواب الله في كل مكان تأكدنا أن ما كنا سمعناه منه
بأنه صحيح وأنه هو الضلال بل الكفر بعينه. لكن الآن إذا سألنا هذا الإنسان أو غيره من الناس أين الله، فأجاب في السماء، هل نقبل منه هذا الجواب أم نرفضه؟ نعم. لعلك استوعبت سؤالي. استوعبت سؤال إنه سألتني، إذا سألنا إنسان أين الله فأجاب بأنه قال في السماء، فنحن من ننظر الإنسان، ممكن إنسان يكون عامي ولا يعقل إنه معنى من كلمة في السماء لها مرادات أخرى، ممكن قصد إنه الله عز وجل في السماء في العلو وكذا على سبيل الرتبة، فإذا قال ذلك نقبل منه إنه رجل مسلم. أما إذا قصد أن الله عز وجل في السماء يعني بالقبيل إنه يجيب إنه الله في مكان، فبنرفضه منه. في نقطة، انظر يا أخي بارك الله فيك، الله يجزيك الخير، حاب أحكيها. تفضل. لي إنه أنت حكيت لي ممكن نسأل واحد أين الله على أساس نعرف يقول الله في كل مكان أو لا، حتى نحفظ إيمان، نفحص إيمان. أنا أقول لا، الحديث يوجد في الحديث ضابط، اللي بيحتج في الحديث يحتج في انه الله عز وجل في السماء، انه النبي سالها ليعرف انه هي مؤمن ولا لا. في الحديث ضابط انه النبي صلى الله عليه وسلم مسالها بده يشوفها، اذا قالت في السماء فكان الجواب انها مؤمنه، واذا قالت غير هيك فهي لا مش مؤمنه. ففي ضابط يبين انه انما مسالها ليعرف اذا في السماء، وعلى بناء على هذا الامر ما بنحتج في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، نحتجش في اللفظ هذا، فبكون هذا اللفظ مخالف للالفاظ الثانيه. ما فهمت عليك، شلون ما نحتج بلفظ الرسول؟ إذا من حيث هذا اللفظ مخالف للألفاظ الأخرى، ونحن من نشوف نقطة التخالف. أنا لفظ أين؟ مخالف. أين؟ نعم. نحن لسه من ناحية الحديثية ما انتهينا، الله يهديك. من ناحية الحديثية نحن في طريق إجراء عملية، إما نسميها ترجيح لفظ على لفظ، أو تجميع بين الألفاظ كلها. فأنت لا تستبق النتيجة وتجعل مقدمة، لسه ما انتهينا من ناحية الحديثية، لكن اللي وصلنا له النقطة هاي أنك أنت قلت أنه ما في ما يكشف سؤال أين الله عن عقيدة المسؤول، فأنا أثبتت لك عمليا هذا في وجهة نظرك. لكن إذا أتينا إلى إنسان يعتقد أو قد يعتقد أن الله في كل مكان، يكشف هذا السؤال عن طويته، هل هي موافقة للشرع ولا مخالفة. فحينما سألنا أين الله أجاب، وهذا نحن نعرفه، نلمسه لمس اليد في هذا الزمان، ولعلكم عرفتم ذلك من كثرة من وجه هذا السؤال النبوي في عقيدتنا، فنسمع الجواب من الناس أن الله في كل مكان. وهذا لأؤكد رأيي الذي أحكيه الآن، أريد أن أعرف شو حكمكم على جماهير المسلمين اليوم إذا سئلوا هذا السؤال التقليدي في حدود ما صح عندنا عن الرسول أين الله، شو بيكون جوابهم؟ هل هو جوابهم جواب المعتزلة أم جوابكم أنتم؟ هل أستطيع أن أهضى بجواب؟ جواب المعتزلة؟ والله مش عارف، انا المعتزلين اللي خلونا، انا مش عارف اصلا شو بيقولوا المعتزلين. دعنا والمعتزلين، لانه يظهر انه ما عندكم معرفه باراء الفرق. اقول نعم، شو جواب جماهير المسلمين من عامه ومن خاصه اذا ما سئلوا اين الله؟ هل يكون جوابهم هو هذا الجواب الذي انت تسرعت فقلت من قال ان الله في كل مكان نكفره؟ ما هو رأي جماهير المسلمين اليوم من خاصة وعامة إذا سئلوا أن الله أين الله فقالوا الله في كل مكان؟ شو رأيك، هل يجيبون بهذا الجواب أم بجوابكم أنتم؟ وهو أنه الله عز وجل موجود بلا مكان. والله يا سيدي، نحن بالنسبة لما نريده من حق، نحن ملتزمش بقول الناس. ما سألتك عن هذا الحق، يعني لو كل العالم، أنا ما سألتك عن هذا الله يهديك، لو كل المسلمين، لو كل العالم، أنا بالنسبة لي لو كل العالم جاوب بجواب وأنا بعتقد أنه خلاف القرآن ما برد عليهم. هذه حيدة الله يهديك. هذه حيدة. ألا تؤمن بقوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير؟ طيب لماذا حتى أنت وقلت لو أن المسلمين كلهم أجمعوا على هذه الضلالة وكنت أنا؟ مو هذا السؤال كان الله يهديك.
هذا مستحيل أن يجمع المسلمين على هذا. أنا قلت لو كل في اللي في هالعالم قالوا يا أخي إيش من قلت انصرفت عن الاهتمام بوضع المسلمين إلى القول أنه لو جماهير المسلمين قالوا به القول وهناك قول الصواب فأنت تأخذ به. هذا موضع سؤال، هذا موضع نقاش، ما هذا موضع سؤال ولا موضع نقاش. لذلك أرجوكم ما تضيعوا علينا الوقت. فهمني السؤال، أنا ما فهمت السؤال بجوز. اللي ما فهمت يا أخي الله يهديك. أنا جاوبت على يعني عيبت اللي ما فهمت. لا بجوز أنا جاوبت على فهم خاطئ، فهمني الله يجزيك خير. عم أقول نعم، اليوم الإنسان يعيش في مجتمع يجب أن يعرف خيره من شره، صح؟ نعم. عشان يهدي الناس للخير وينهاهم عن الشر. نعم. الآن من حيث التجربة، إذا سألتم، بل ما سألتم لأنه ما اتفقتم معنا بعد، نحن إذا سألنا أين الله يأتي جواب ولا لا يأتي جواب؟ يأتي جواب، يأتي جواب، بارك الله. الآن أنا أسأل حد علمك ماذا يكون الجواب من جماهير المسلمين، كانوا من خاصة ولا من عامة؟ هل هو الله موجود في كل مكان أم هو جوابكم؟ العامة بجوز على جهلها تقول الله في كل مكان، طيب. أن تدرك خطورة هذا الأمر. أما الخاصة بجوز يكون متنبهين لها الأمر، بجوز العقيدة. شوف أنت عم تستعمل كلمات السياسيين، بجوز وبجوز، الله يهديكم. نحن عم نحكي عن الواقع، بارك الله فيك. والواقع غير مضبوط، في ناس تقول لك الله في السماء، في ناس تقول الله في كل مكان، في ناس تقول الله موجود بلا مكان. الله أكبر. إن عامتهم بتقول في كل مكان، ومع الأسف هذا أمر غلط. طيب. والعبارة الثانية، الله موجود في كل وجود، شو رأيكم فيها؟ الله موجود في كل وجود؟ إيه. هذا حلول، هذا حلول. نعم. بس الحمد لله لما قلت كفر، وهو الحلول ما هو إلا كفر الحلول. طيب إذا كفر يعني أي أخت ديك. لا ما شاء الله. الآن أسألك، نعم، أنتم عقيدتكم ما هي؟ أنا عقيدتي أن الله عز وجل موجود بلا مكان، بلا مكان. هذه العقيدة من قال بها؟ الكتاب والسنة. ما شاء الله، ما شاء الله. أنا أسألك الآن عن الكتاب والسنة، أنت ما تستطيع أن تتسلق على الكتاب والسنة حتى تدري الكتاب والسنة. أنت مثل امرأة آنفا سألتني عن الحجاب والخمار والآخري، قالت والله أحسن. قلت لها أنت عالمي؟ قالت لا أنا طويل به، تغيري به. فسرني هذا الجواب الحقيقة. أنت بارك الله فيك رأسا الكتاب والسنة. أنا عم أسألك، نعم، من قال بهذا من أهل العلم؟ مش ما هو الدليل يعني، من من أهل العلم في هذه المسألة؟ من قال بهذا الكلام؟ والله أنا في عقيدتي بالنسبة لي لا أستدل بقول إنسان، ولا يشترط لي أنه عشان أثبت عقيدتي أجيب أقوال الناس. الله أكبر. يعني أقوال الناس، كلة الناس، أقوال العلماء أو كذا، مش شرط أني أستدل فيها. إذا أنت ما تتبع العلماء؟ مش شرط، أنا مش متعبد بالتتبع العلماء، أنا متعبد بالتتبع الكتاب والسنة. والكتاب والسنة منين تحصله؟ أليس بطريق العلماء؟ نعم. الله يهديك. طيب إذا أنت لا تستغني عن العلماء، أولا لا تستغني عن العلماء، ومن الآن يتبين لك المقدمة السابقة وخطورتها وأهميتها. الآن أنت أفصحت حقيقة أن الكلام السابق ما له قيمة عندكم. حينما وجهت السؤال إلى المعتزلة هل يأخذون بأقوال السلف، ما أحسن الجواب، وأنت أيضا لا تحسن الجواب، بل أنت أجبت من حيث لا تريد الجواب، فأطلق بأنك لا تأخذ بأقوال العلماء بدون استثناء. لا قلت مثلا أخذ بأقوال الصحابة دون من بعدهم، أخذ بأقوال الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين، أخذ بأقوال هؤلاء وهؤلاء والأئمة والمشاهدين. اسمع يا أخي، أنا كلامي مش على هالمحمل، يعني أنا بقول أنت قلت كلمة عامة. نعم، قلت أنه يعني كلمة عامة بحجة قاطعة. أنت قلت كلمة عامة، أنا لا أخذ بأقوال الناس. يعني أنا مش حجة عندي. يعني مش حجة عندي. هاي معناها أنه مش حجة عندي. هذا خطأ. حجية في الكتاب والسنة. هذا خطأ، حجية في الكتاب والسنة. التلقين ممنوع عند أهل الحديث، أليس كذلك؟ ما هي أنا أخذ عنها؟ يعني معلش معلش، إذا كان هو الآن
بيعطيك دور الكلام انت، وخاصة انك استرحت ما شاء الله مدة منيحة. ما لي شي بس ما اريد هيك وهيك. لا بتريد انت تستمر تفهم خطأك في جوابك السابق. والله يا ريت. طيب اذا وجدت حرج بحول له. ما ليش وانا ما عندي مانع، بس ما اريد هيك وهيك. الان يا اخي بارك الله فيك، من الخطأ بمكان ان لا يعتد العالم وليس طالب العلم، فضلا عن طويل بالعلم ان لا يعتد بكلام العلماء. انا هلا بحكم ان صلاتك انت وانا ما شفتها، ووضوءك وما شفته، احكم انك لا تعرف تتوضع على سنة الرسول ولا على صفة صلاة الرسول، وإنما في حدود ما سمعت من كلام العلماء. كيف تجي بتقول أنا لا أخذ بكلام العلماء؟ سامحك الله. ممتاز. هذا أولا. هذا أولا. هذا أولا. ثانيا. هذا أولا. لا مش مشكلة. ثانيا لو سألتك أنا راح تعطيني جواب واضح جدا. أنت يا أخي تستطيع أن تأخذ من القرآن والسنة بدون استعانة بأهل العلم؟ هذا الذي أنا افترضته وصدق، يعني صدق الخبر. فإذا كيف تجي بتقول أنا ما بهمني العلماء؟ شلون ما بهمك؟ أنت طريقة في العلماء. مش هيك معنى كلامي. انا كلامي انا بينت لك هلا بجوز انت ما سمعتي كلامي. محمله كالتالي، انا قلت لك انه يعني كلام الناس عندي مش 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 بمقام الاجتهاد. لا كلام الناس يا استاذ، الله يهديك، قول كلام العلماء. كلام العلماء انا ما عم نحكي عن الناس، عم نحكي عن العلماء. كلام العلماء عندي لا يكون بمرتبة الحجية. إذا عرض أنا سألتك عن المرتبة، يعني مش حجة. أنا سألتك عن المرتبة، لسه ما إجى دورك، ما سمح الرجل. ماشي. ما سمح الرجل. أنا ما سألتك عن الحجي وعدم الحجي، قلت لك أنت الآن هل تستطيع أن تفهم العقيدة من كتاب الله وحديث رسول الله دون أن تستعين بالعلماء؟ كلا. فإذا إيش معنى كلامك السابق؟ فأنا برجع الآن، عفو الله عما سلف، برجع الآن لسؤالي هل أنت حدت عنه بالجواب الخطأ. فأقول لك، من يقول بقولكم من العلماء؟ عرفت الآن كيف الموضوع كله ماشي؟ نعم. سلسلة بعضها آخذ برقاب بعض. نعم. بينما أنت تتوهم لا. الآن أنا بدي نعم الآن أنا أقول، من من العلماء الذين تعتدون بهم يقولون الله عز وجل موجود بدون مكان؟ من الذين يقولون هكذا؟ بدي أحول الإجابة لأخ عبد الرحمن، اسمح لي. اي بسمح لك، ليش لا؟ انه هو عم يلح علي بيطلب اجابه. معليش معليش، ما بتفرق انا معي، لانه كل المقصود انه تكونوا كما قال تعالى قل هذه سبيلي. الشيخ بسمح يرجع لك. ادعو على بصيرة انا ومن اتبعني. هات نشوف بدك تجاوب عن اي سؤال. والله اللي بتوجهنا اياه ان شاء الله. نعم. اخر سؤال اجاوب عنه. اي نعم، وهو ما هو السؤال؟ هو من يقول بقولنا في مسألة نفي المكان عن الله عز وجل؟ من يقول بما تقولون بقول قاعد عبارتك؟ لا لا شو عبارتك؟ الله يهديك. حكيت انا اعيد عبارتك. أيوة. الشيخ وعبارتك. الله نعم. اكبر. الشيخ قال من يقول بجوابكم حيث قلتم جوابا على سؤال اين الله، الله موجود بلا مكان. انت قلت انت قلت مختلف كويس. خلاص يعني من اللي يقول ان الله موجود بدون مكان؟ ايوه معلش الجواب. معلش معلش معلش، انت بدك الجواب السؤال هذا ولا جواب؟ معلش معلش، انه من يقول بقولنا عند من رسول الله، يعني لما تسالني زي ما يسال رسول الله الجاريه اين الله، هذا ولا بدك السؤال هذا؟ هذا 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 جواب. ما حدت لسه. انا بدي اتاكد انت بتسمح انه هيك تعطي جواب؟ طب معلش يا ريت كمان. معلش سؤالك كمان. معلش خليني سؤالك بوضوح. معلش الاخ علي حكى كلام غير اللي يعني بمعنى اخر غير اللي حكيته، فبدي اعرف عمي ارد. اتقي الله
انت في الله. لا اله الا الله. الكذب لا يجوز. الكذب لا يجوز. لا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وامام ما بتغير الكلام. انا ما غيرت. انا عم اجي اسالك انت من الذي يقول بقولكم؟ ايوه بقولنا عايش. انه الله موجود بنا مكان. انه الله موجود بنا مكان. كم مرة بدنا نعود لكم هذا الكلام اللي حكيته. ما هو الاخ علي قال بدك يا علي خليك مع ناصر. انا خليك مع ناصر. اجب من الذي يقول بقولكم؟ بدي اعد لك عدة علماء. الامام الغزالي. الامام الغزالي. رحمه الله. رحمه الله. وقبل الامام الغزالي. قبل الامام الغزالي البيهقي. البيهقي. أين يقول هو الله موجود بدون مكان بغير مكان؟ في 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 كتاب الأسماء وفي شعب الإيمان أعتقد. يعني تعتقد؟ نعم. ألا يقول البيهقي أن الله عز وجل في السماء بمعنى فوق؟ لو إن في لفظتنا إحنا هسه هاي مسألة لحد الآن. إن في تحتاج البيهقي. نعم نعم. دي. عم تحتاج البيهقي. البيهقي لوحده. البيهقي وغيره لسه بخلينا. لا أنا غيره. يا جماعة جبت غيره. طب لسه انا ما قطعت كلام انت. انا لسه قاعد نعم 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 عم نحكي عن البيهقي. ايوه 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 قال لك من قبله. دقيقة خلي. ايوه البيهقي. أيوة. يقول بكلمتك هذه الله عز وجل موجود بغير مكان. بغير مكان. طيب. نعم. انتم تأخذون الكلام إذا صح هذا وأنا ما بدي أخوض الآن. البيهقي يقول في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء أي فوق السماء هكذا يقول البيهقي. لكن أنا أسألك الآن أين الدليل أن الله عز وجل موجود بدون مكان؟ كلمة بدون مكان. أيوة. هذه منصوص. نعم. عليه اسمها يا أخي. نعم. الله يهديك. نعم. هذا الاستثناء بدون مكان في نص في القرآن أو في السنة؟ أرجو أن يكون جواب نعم أو لا ثم اشرح إلى مطلع الفجر. هل فهمت سؤالي؟ هل فهمت سؤالي؟ وهو هل أنه لفظة المكان نفي المكان عن الله وردت في الكتاب والسنة أم لا؟ إيه؟ لا ما هذا فقط. كمل سؤالي. ما غيره. أرجو أن يكون الجواب نعم, نعم أو لا. شو ثم شو اسمع الله يهديك. بجوز الجواب ما يكونش نعم ولا لا. الله يهديك. طيب الله يهديك. معلش الله يهديك. معلش معلش في أسئلة يجاوب عليها بنعم أو لا. معلش في أسئلة بدها لا ما في شيء. اسأل ما شئت لألك أن نعم أو لا. اسأل ما شئت. هذا كلام مو صحيح ابدا. لا صحيح. لا لا لا, لا, لا. وجكر المساله. مش جكر. انا بديك امثله على كلامي. انا عم اسالك اسال ما شئت لانك نعم او لا. انا بدي اسال. فهل يوجد انا بطبع اسال نعم او لا؟ نعم. في اسئله ما في لها نعم او لا. مثلا لما اسال الشيخ علي. اسال عن الشرع عن الشرع عن الشرع. اترك علي وغيره من البشر. اسال عن انا اجابك عن كل شيء تسال عن الشرع. مثلا اذا سالنا رجل قلنا له مثلا لساتك بتدخن ولا ما مطلتش الدخان؟ مثلا لو سالنا رجل هذا لا بيجاوب. الله يهديكم. الله يهديكم. بالشرع في سؤال لك يا جماعه. والله انا اسف عليكم. مبادئ لو ما بتعرفوها بدكم تطلعوا للسماء وتقولوا الله في السماء ولا لا. لكن تعلموا مبادئ العلوم. لا يوجد اي سؤال الا له جواب نعم او لا. في اسئلة على تفصيل. المهم المهم لو سألنا مثلا ما هي اركان الايمان. نعم. ايش نسبب اذا يجاوبني نعم نعم او لا؟ بده يبين يقول اركان الايمان 1 2 3 4. هيك الله يريد. الله اكبر. هذا الله اكبر. هذه شريخة ثلاثة مغربة. حي 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 حي. ما شرفت يا اخي. شيخنا ابو اليسر. طيب خير ان شاء الله. نعم. ما الدليل على او نقول هل قولكم بلا مكان في يعني هو صحيح؟ بس في نقطة يا شيخ ناصر. نحن المسألة هاي بالأصل ما كنا جايين نناقش فيها. نحن جايين مسألة واحدة فتشعب فينا السؤال. نحن هذا متشعب ما بدنا إياه. ليش ليش هي يعني أي مسألة كانت جايين من أجلها أنتم حاطين في بالكم هي مو عقيدة؟
لا بدنا نحن محددين ما يعني موضوع معين بدناش نخرج عنه، ولحد الان مع الاسف بتحكي لنا مقدمات لسه دخلنا موضوع اخر لسه. لا نحن ما لسنا في المقدمات، الموضوع الاصلي نحن. لا هذا غلط، هذا غلط. وين المقدمات؟ انتهينا منها. نحن الان في العقيده، اين الله؟ انتم تنكرون اين الله وتنكرون ان الله في السماء. خليني انا احكي. نعم قلت لي اسال وانا اجيبك. هل في كتاب الله؟ هذا سؤال الله يهديك. لسه ما سالتش كيف هذا السؤال ولا اسمع انا السائل مش انت. هو احنا بدنا احنا جايين نتناقش فموضوعه نصل للحق. بس يا اخي عم نتناقش. سالنا ونسالك. انا مو سالتك، قل لي شو جوابك بعدين اسال ما شئت. ايوه جوابك. يا ريت تعيد السؤال مشان هسه بدنا. الله اكبر. يا ريت معلش. نعم. الله اكبر. طب خلص خلينا نحكي بالمرة. ماشي. هل جاء النص في القرآن والسنة أن الله موجود بدون مكان؟ لم يأتي باللفظ هذا. جميل. بهالمعنى؟ بهالمعنى أتى من عدة آيات. من عدة آيات. نعم. نقنع بآية واحدة. لا بدنا نجيبهن كلهن عشان. شوف 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 شوف. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر على الجبل هذا. صح. الله. لا مو أنا معلش ما هو بجوز منهج يعني غير منهجنا. لا من الشيخ البحث هو قمة البحث العلمي. الله أكبر. لا ثمانين سنة. فإن طلب منك الزيادة. المنهج هذا خلاص 80 سنة. أيوة طب هو يعطيك إياه بثمانين دقيقة. الله عز وجل قال في كتابه فأتى الله بنيانهم من القواعد. هاي آية. ظاهر يعني مفهوم الآية هيك اللي بسمحها للوجهة الأولى يعتقد بأن الله عز وجل أتى بنيان قوم ثمود على أساسات بيوتهم. الله يهديك. هاي آية. الله يهديك. وبس. شو دليت الآية وبس كمان؟ ما أنا قلت لك عدة آيات. لا أنا لاحظ كلامي. خلينا نخلص من الآية هاي. آية واحدة. وين نفي المكان في الآية؟ الله يهديك. خليني أكمل كلامي بيجي نفي المكان. أنت عم تقوله بس الله يهديك. وأنت قلت لي جيب آية واحدة. لك إيه خلصنا. آية واحدة ما فيش الآية. خلصنا جبت الآية. نجيب الآية. لا. عم أقول لك وين الدليل الله يهديك في الآية. آية غيرها. الله أكبر. معلش بدي أجيبها بدي تشوفها. الله أكبر لكن جماعتك وماشين معك. دقيقة بدي أجيب الموضوع. الله يهديك. هو بيزبطش. الله يهديك. بضبط لك إياه. لا كويس إحنا بدي أطرح لك وجهة نظري كاملة. لا. شوف الاستدلال. لا أنا فهمت وجهة نظرك كاملة. طب يا ريت من استدلالك بالآية هي. منك فهمت يا ريت تقول لي إياها. من استدلالك بالآية وين نفي المكان في الآية؟ نفي المكان في الآية هاي. الله عز وجل هنا في الآية هاي ما احنا بدنا نستدل لحد الآن أثبت بأنه بئتي إنه في سلسات قوم عاد قوم ثمود. في آية أخرى في آية أخرى, الآية الأخرى بدي أجيب لك كل الآيات. هذا يا أبو الحارث هذا مو خرج إلا قصة ذاك الأزهري. لا ما بنفع قصة ذاك الأزهري احنا في. لا بلى أنت ماشي على خطتهم. إما إنه يسمع كلامنا كامل أو نخرج من الموضوع هذا أنا راحتك وتريد تخرج وإن كنت خرجت مرارا وتكرارا لكن نحن لست عليه بمسيطر أنت حر. لكن عم بين لك الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكان. اسمع نعم. ليس فيها ذكر المكان. أيوة. لا سلبا ولا إيجابا. كلامك صحيح. صح؟ كلامك سليم. اسحب كلامك إذا. لا ما سحبت الآية. كلامي سليمة بسحب. شو رأيك يا عبد الرحمن تحول لأياد شوي؟ لا 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 لا, لا. أنا معلش الشيخ ادعى إنه بيعرف وجهة نظري ما عرفها للأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. تفقهوا قبل أن تسودوا. الله أكبر. خليني أكمل نظري. لا تكمل. اثبت لي الآية هي وين المكان سلبا أو إيجابا. من خطك يا حبيبي. لا بتخط أنا قلت له عدة آيات قال ماشي أعطيني آية. جبت له آية. أنا قلت له عدة آيات ما قلت له آية للأسف هو طلب آية واحدة. وأنا بجيب لك آيات هلا. إيش في دليل آية؟ أنا بجيب لك آيات. أنا بدي أجيب لك كل الآيات. أنا بجيب لك آيات. في إثبات المكان وليس لله مكان. راح أجيب له آيات. نعم. اسمع بس. راح أجيب لك آيات في إثبات المكان لله
وليس لله مكان. نعم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كملها لا. طيب إنا أعطيناك الكوثر كملها لنشوف. مش حافظها. هاي جبت لك سورتين فيها عدة آيات في إثبات المكان. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.